يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا بحالها، وحشتوني جدا جدا من القصة اللي فاتت. أما النهاردة فأنا جايبة لكم قصة جديدة، وقبل ما أبدأ ما تنسوش بقى لو عجبتكم القصة تعملوا لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ قصتنا. إيه ده؟ أنت بتغمي عينيا ليه؟ أنت مين؟ سيبني سيبني بقولك. ايه المكان الغريب ده؟ فك الغمامة دي من عينيا. بقولك انت مين؟ اهلا اهلا بالقمر، انت مين وعايز مني ايه؟ انا خطفك وهحرق قلب ابوكي عليكي زي ما حرق قلبي على امي. طيب شيل القناع ده وخليني اشوفك. عايزة تشوفيني ليه؟ عشان تحددي ملامحي وتروحي تقولي لابوكي عايزاه يكمل في جرايمه؟ مش كفاية اللي عمله؟ انتوا ناس ما تعرفوش ربنا. قولي انت عايز كم من بابا؟ اتعصب عليها لانه افتكر امه لما ماتت قدامه معرفش يعمل لها حاجة، عشان كان لسه طفل صغير مش فاهم اي حاجة، بس دلوقتي جه الوقت انه ينتقم. انت فاكراني عايز منك فلوس انت ولا ابوكي؟ كل اللي انتوا فيه ده بتاعي اصلا. انت واحد جبان اصلا، الراجل اللي يعرف ياخد حقه من واحدة ست لا مؤاخذة ما يبقاش راجل. انا هوريك الرجولة بحق وحقيقي. وأول ما قرب من شعري ضربته بدماغي وجبته على الأرض. أنا بنت رجل أعمال كبير بس مش سهلة، أنا واخدة الحزام الأسود وقدرت أفك إيدي وقتها. ما أنا بنت مش سهلة، هو فاكرني إيه؟ ضعيفة مثلا وهنكسر له؟ أنا ورد كنت رايحة الجامعة ولقيت فجأة غمامة محطوطة على وشي، واحد خطفني ولابس قناع وعمري ما شفته في حياتي. أنا بنت رجل أعمال كبير ومعروف جدا، فكل اللي جه في بالي وقتها أنه واحد نصاب خطفني عشان ياخد فدية من بابا. ولأني عصبته مسكني من شعري مرة تانية وضربني كف، بس بسرعة قدرت أخد حقي ودخلت معاه في صراع، ولقيته بيصرخ وبينده على رجالته امسكوها واربطوها. لو راجل بجد خليني قصادك كده وش الوش من غير مساعدة من حد. ما انت لازم ما تردش عليا عشان انت واحد جبان. انا هوريك مثلا عز العرب ممكن يعمل ايه. يا بنت قتال القتلة، ان ما خليته يترجاني عشان ارحمك ما بقاش اسمي مازن، هخليه يبوس رجلي عشان ارحمك. بتحلم يا اسمك ايه؟ انت مش راجل، قلتلك قبل كده لو راجل ما كنتش تخطفني بالطريقة دي وتستقوى برجالتك وتاخد حقك من بابا بالطريقة دي، وكمان مقنع ما تقلع القناع ده. ولقيته قرب مني قوي. تحبي اعرفك الرجولة يا انسة؟ بس انا بحذرك بلاش تعصبيني لان النتيجة صعبة جدا ومش هتعجبك. لا بجد ضحكتني، شكلك عبيط وما تعرفش انا ممكن اعمل فيك ايه. اعتبره تهديد ده؟ اعتبره زي ما تعتبره، وجرب انك تعمل حاجة وتأذيني وشوف انا ممكن اعمل فيك ايه. ولقيته قرب مني اكتر، وبقدرة قادر قمت من مكاني وفكيت نفسي زي القردة وفضلت العب في وش البخت. ضربته ضربات شديدة جدا. هاي رجولة تحب اعلم عليك؟ والله شكلك عيلة مش فاهمة حاجة، انا سكتلك من بدري. ومحدش قالك اسكت، وريني هتعمل ايه انت ورجالتك العرر دول. وبرغم قوتي معاه ووقفتي قصاده بس كنت خايفة من جوايا، وبمجرد ما جاتني الفرصة قدرت اهرب وجريت بسرعة منه ومن رجالته. ووقتها وقف مازن مصدوم، بنتي بميت راجل فعلا، بس انا مش هسكت ولازم اجيب حق امي. بعد شوية وقت كنت وصلت للبيت ولقيت بابا اللي كان قلقان عليا، وبمجرد ما شافني اتأخرتي ليه يا ورد وكنتي فين كل ده؟ بابا انت تعرف حد اسمه مازن؟ مازن مين؟ مازن عز العرب يا بابا، اعتقد انك تعرفه. انت تعرفيه منين؟ انطقي. بابا انت عملت ايه في والدة مازن؟ هو حكالك؟ كان لازم اكدب عشان اعرف الحقيقة منه. ايوه حكالي كل حاجة. انت عملت كده ليه يا بابا؟ ليه قتلتها؟ ورد اقفلي الموضوع ده واطلعي على قطك. مش هطلع إلا لما أعرف الحقيقة كلها. محدش فينا هتريحوا الحقيقة يا بنتي، لا أنا ولا أنتي ولا حتى مازن أخوكي. إيه؟ مازن أخويا؟ أخويا إزاي طيب؟ وهو عارف؟ بابا قولي كل حاجة، أنا عايز أعرف الحقيقة كاملة. هقولك يا ورد، من 5 سنين فاتوا أنا كنت واقف في إشارة المرور بالعربية، وفجأة لقيت سرايا اللي كانت بتنادي وردي يا باشا وردي يا بيه. معقولة؟ خد وردي يا بيه مني. معقولة؟ سرية انت بتعملي ايه هنا وايه اللي في ايدك ده؟
معلش يا بيه، انا ما اعرفكش انت مين. انا جابر يا سرية، معقولة نسياني؟ جابر اهدى كله، اهدى كله يا سي جابر. معلش اصلك نضفت والنظافة بانت عليك فمعرفتكش. طول عمرك لمضة ولسانك عايز قطعه، بتعملي ايه هنا؟ بشتغل وبجيب رزقي بالحلال عشان اعرف اصرف على ابني يا جابر. ابنك انت اتجوزتي بعد ما طلقتك؟ لا طبعا، هو انا هبلة عشان اتجوز تاني واكرر الغلطة دي؟ ده ابني منك انت يا جابر بيه، هو اللي اقولك ابن سرية عشان هو ما عادش يليق بيك يا باشا. ده ابن سرية الولية الغلبانة اللي بتبيع فل على كل اشارة شوية. انا ليه يا ابن؟ معقولة 20 سنة ومخبية عني الحقيقة يا سرية؟ هو فين؟ فين ابني؟ انطقي ولا هتقدر توصله. اللي يرمي لحمه خسارة فيه يرجع يشوفه تاني. سلام يا بيه. سرية استني، انا بقولك استني. ونزلت من العربية وجريت وراها، بس القادرة صوتت ولمت عليا الناس وقدرت تهرب مني يا ورد. بس انا مسكتش وفضلت ادور على ابني لحد لما عرفت البيت، ولما رحت لقيت سرية لوحدها. ابني فين يا سرية؟ جابر انت عرفت البيت ازاي؟ اللي يسأل ما يتوهش. فين ابني؟ ابنك ايه؟ انت مصدق نفسك ولا ايه؟ ده ابني انا، وانا اللي تعبت فيه وربيته لحد ما بقى راجل وبيدرس، وجاي دلوقتي تقولي عايز ابني؟ دلوقتي عايز ابنك؟ امال طلقتني ليه؟ حتى ما اهتمتش لامري ولا تعرف عني حاجة، جاي بعد 20 سنة تتكلم؟ ابنك مش هتطول منه شعرايا يا جابر طول ما انا عايشة على وش الدنيا. اتعصبت عليها بسبب كلامها يا ورد، ومسكت المسدس وقتها. عندك حق، يبقى لازم اقتلك عشان اطول ابني منك. ولحظتها دخل شاب في سن العشرينات بيشبهني بالظبط، ولقيت سرية بتصرخ الحقني يا مازن الحقني. في ايه يا ماما؟ ومين انت؟ ورفع على امي المسدس ليه؟ انت مازن؟ انا ابقى. ولسه بكمل كلامي لقيت سرية وقفت قصاده. امشي يا مازن، اهرب بسرعة وروح لعز العرب اخويا، روح له، اهرب يا مازن واسمع كلامي. غضبت جدا وتهورت عليها وضربتها بالمسدس اللي كان في ايدي. مازن جري على سرية وحضنها وفضل يعيط وهو مش فاهم اي حاجة ولا عارف ان ابقى ابوه. هددني انه هيبلغ الشرطة، وانا بسرعة اختفيت من قدامه. ومن وقتها لحد دلوقتي معرفش عنه حاجة يا ورد. دي كل الحكاية. عشان كده مازن عايز ينتقم منك، بس حتى لو عرف انك ابوه برضو مش هيسامحك. ورد انت الفترة دي ما تخرجيش برا البيت ده، انت فاهمة؟ ازاي يعني هتحبس هنا؟ وانا ذنبي ايه هتعاقب على غلطة انا ما عملتهاش؟ اسمع الكلام، مفيش خروج يعني مفيش خروج، انت فاهمة؟ ومشي بابا وسابني، وانا حقيقي كنت زعلانة على مازن. هو لو عارف الحقيقة هيعمل ايه؟ ممكن يقتلني ولا يقتل بابا ولا يسامحنا ويرجع معانا. انا حقيقي كان نفسي يكون لي اخ، يكون سند ليا وظهر اللي اتحامى بيه. فضلت افكر لحد ما نمت وما حسيتش بنفسي. وبنروح لمازن اللي كان مع صاحبه. هتعمل ايه يا مازن؟ هخطفها تاني وتالت ورابع، لازم احرق قلبه يا حمزة، لازم. ربنا يجيب لك حقك يا مازن، بس البنت قوية ومش ضعيفة، حتى لو خطفتها مش هتقدر عليها. لا هقدر يا حمزة، انا عندي خطة لو عملتها هعرف اخطف البنت دي. وهتعمل ايه يا صاحبي؟ هدخل الفيلا متنكر في زي واحدة ست وهطلب المساعدة منهم، بس لو ابوها في البيت مش هعرف اكمل باقي الخطة، لكن لو برا البيت هخطفها وانت هتستناني برا بالعربية، فاهم يا حمزة؟ معاك يا صاحبي. وعدى اليوم، وجه تاني يوم وصحيت وردة اللي مهتمتش بنصيحة أبوها وخرجت وراحت الجامعة. واليوم عدى عادي جدا من غير أي مشاكل. أما في الجهة التانية مازن قدر يدخل البيت هو وحمزة، بس ما كانش في حد فيه. مازن دخل أوضة جابر عشان يدور على ورد، بس وهو خارج اتكعبل ووقع، فوقعت عليه شنطة مليانة صور. وفضوله خلاه يشوف الصور واتفاجئ بصور والدته سرية اللي كانت مع جابر. وكل اللي جه في دماغه وقتها ان جابر كان ليه علاقة بسرية، علاقة محرمة. فطبعا زاد غضبه أكتر وانتقام وحقده على جابر، وخبى الصور بسرعة وخرج لحمزة. ها يا مازن لقيت حد؟ للأسف محدش موجود. طيب والحل هنعمل ايه؟ ولسه مازن بيتكلم دخلت ورد وهي بتغني. وبمجرد ما مازن شافها وكان مستخبي هو وحمزة.
شايف يا حمزة الانبساط اللي هي فيه، ضميرهم مستريح قوي بعد اللي عملوه هي وأبوها، ورحمة أمي لأكون حارق قلبه. والغضب اتملك من مازن وخرج يواجه وردة اللي أول ما شافته فرحت قوي لأنه أخوها وعايزة تقوله الحقيقة، بس حزنت جدا لأنه عايز يأذيها. أما مازن فمن غير تفكير نورتي يا حلوة وندى على حمزة، حمزة شيلها بسرعة. ومهما كانت قوة البنت الشاب بيبقى أقوى وبينتصر في النهاية. وورد ما قدرتش تدافع عن نفسها وبالفعل خطفوها من البيت لمكان بعيد. المرة دي أقسم بالله ما حد هيخلصك من إيدي، ومش هقتلك لا، أنا هخلي أبوكي راسه تنكسر قدام الناس وما يعرفش يبص في وش حد. أبوكي مش بس قاتل لا وخاين كمان. مازن كان بيتكلم وورد ساكتة خالص، طبعا مش ساكتة بمزاجها ده لأن مازن كان حاطط لزقة على بقها وواخد راحته في الكلام. دلوقتي أنا هتصل بأبوكي وأقوله لازم تحضر وتشوف بنفسك اللي هيتعمل في بنتك. أنا مش هقتلك ما تخافيش، أنا هعمل فيك اللي أحسن من القتل. وردة خايفة جدا وعايزة تتكلم وتقوله الحقيقة بس مش قادرة. حمزة يا حمزة. أيوة يا مازن. عايز إيه؟ أمسك التليفون ده اتصل بالراجل قتال القتلة ده وحصره على بنته وأعمل فيها اللي انت عايزه وأنا هصورك. أما انت ففضيحة أبوكي هتبقى بجلاجل يا شطرة. وردة كانت بتعيط ومازن الشر متغلب عليه، وحمزة زي الأسد اللي ما صدق لقى فريسته وقرب من وردة اللي كانت خايفة جدا ورنوا على جابر فيديو كول. جابر بيه، إيه رأيك في المفاجأة دي؟ ايه ده؟ ورد؟ ورد بنتي؟ اوعى حد فيكم يقرب لها يا كلب منك ليه؟ من غير غلط يا راجل انت، انا بس قلت اعمل الواجب واوريك بنتك وهي عروسة وتطمن عليها بنفسك. انا بحذرك لو قربت منها هقتلك، هقتلك يا مازن. تقتلني؟ ما انت متعود. لا وكمان بتهددني، انا هوريك اتفرج بقى يا حمزة، شد حيلك. امال؟ لا يا مازن، يا مازن بلاش تأذي ورد، ورد تبقى. ولسه جابر بيتكلم الخط اتقطع وحمزة بيقرب لورد اللي مش قادرة تتكلم ولا تقاوم. أما مازن فواقف وبيتفرج بس، فجأة قلبه وجعه لما شاف حمزة بيقرب جامد لورد وبصوت مليان عصبية. حمزة يا حمزة سيبها سيبها. قلت الله فيه ايه يا مازن مالك؟ حرام اللي احنا بنعمله ده، انا عملت كده عشان اهدد ابوها مش اكتر، لكن اننا نعمل كده في بنات الناس لا حرام. ولحظتها ورد اطمنت جدا ولقيت مازن اللي يكمل كلامه وقال بس ده مش معناه اني مش هحرق قلب ابوك يا ورد هانم. وشورت له ورد عشان يشيل اللزقه اللي على بقها وفعلا شالها. اسمعني كويس، انت مش هتقدر تأذيني. ايه الثقة دي؟ انا ممكن اموتك دلوقتي. صدقني مش هتقدر، اللي بينا مش مجرد عداوة، اللي بينا ده دم. مش فاهم، انا ما يربطنيش بيكم غير العداوة وبس. لا يا مازن، انت تبقى اخويا، افهم بقى، انت تبقى ابن جابر وسرية. ده ايه الفيلم الهندي ده؟ على فكرة بايخ قوي اللي بتقوليه ده. والله ما بكذب، انت فعلا اخويا وانا هحكي لك اللي حصل. وحكيت له كل اللي حصل بس مازن فضل يضحك بصوت عالي. انت ابوكي عارف يضحك عليكي زي ما عمل قبل كده معايا؟ ورد استغربت جدا وكانت عايزة تعرف الحقيقة فين بالظبط، ومازن كان مخبي حاجة غيرت كل الحقيقة المؤلمة، فيا ترى مخبي ايه؟ مخبي عليا ايه يا مازن؟ قولي مخبي عليكي ايه؟ يعني ايه؟ انت هتصاحبيني ولا ايه؟ وبعدين انت بنت ألد اعدائي ولازم انتقم منك ومن ابوكي. ايوه انا عارفه ده كله، بس ايه اللي بابا ضحك عليا فيه زي ما ضحك عليك؟ انا عايز افهم. ما تسالي ابوكي، ده في حال انك شفتيه وربنا ادالك عمر تاني. اقتلني عادي جدا بس مش قبل ما اعرف الحقيقه بالظبط. بقولك ايه، انت هتعملي لي فيها المفتش كرومبو ولا ايه؟ لو عايزه تعرفي اسالي ابوكي. سالته والله سالته وقال لي اللي قلته لك ده. ضحكتيني. بتضحك على ايه؟ انت مش مصدق كلامي ليه؟
لا مصدقك يا كتكوتة، مصدقك جدا. بصي انا هروح اجيب لك اكل، تحبي تاكلي ايه يا بنت الاكابر؟ مش عايزه اكل، عايزه اعرف الحقيقه وبس. انتي ممله قوي، انا هروح اجيب اي حاجه. سلام يا قطه. اهدى يا جابر، اهدى. في ايه مالك؟ اهدى ايه بس يا رأفت؟ الواد ده لو قال لورد الحقيقه انا مش عارف ممكن يحصل لي ايه. انا هروح فيها يا رأفت، انت فاهم؟ الحقيقة مسيرها تتكشف في أي وقت، وانت عارف كده كويس. لولا طمعك ما كانش حصل اللي حصل ده. وبعدين الواد مازن ده راجلنا، ما تخافش مش هينطق بكلمة. ده اللي انا خايف منه، انه يتكلم قدام ورد. يا دي ورد، دي انت صدعتني بورد. هو في ايه يا اخي؟ كلها شهر ولا اتنين ونخلص عليها ونستريح، وكل واحد فينا ياخد حقه. انا خايف قوي ومش عارف افكر اصلا. يوه انا ماشي يا عم، ده انت ممل جدا. بيتزا وشوكولاتة، كل ده عشان ورد يا مازن؟ ياه ده الخطف طلع حلو اهو. بس يا ظريف، البيتزا دي فيها منوم، والشوكولاتة دي ليا انا. طب وانا؟ ده انا غلبان وابن ناس طيبين، ده حتى امي بتسلم عليك وبتقولك اكلني. اعقل يلا، وخلينا نروح نشوف المهمة الصعبة اللي تكلفنا بيها دي. يا راجل ده انت ممثل بارع، تصدق ان انا صدقتك؟ صدقت ايه بس؟ اسكت خلينا نمشي. هو انا هقعد ساعة اقولك كلي؟ في ايه ما تاكلي؟ لا مش عايزة. براحتك، تعالى يا حمزة كل. مازن كان قلبه قاسي قوي عليا، ويدوبك رفضت اكل اكل هو وصاحبه. بس غريبة، ده ساب البيتزا زي ما هي واكل الشوكولاتة وبس. هو عارف ازاي ان انا بحب البيتزا؟ ما تفكريش كتير، انا عارف انك بتحب البيتزا، فكلي وبطلي تفكير. وبالفعل من غير ما افكر حسيت بحنية مازن اللي فكلي الرابطة واكلني بايده، وبعدها ما حسيتش بنفسي. بالهنا والشفا يا كتكوتة، نامي بقى تعبتيني. الو انت فين يا جابر؟ انا في الفيلا. يا راجل لا جدع، انت عايز ورد تكشفنا ولا ايه؟ اعمل حاجة تحسسها انك بتدور عليها ومهتم بيها. اعمل ايه طيب؟ قول لي انت يا رأفت. اجر رجالة وكأنهم الشرطة، واهجم على المكان، والباقي سيبه على مازن وحمزة. فهمت اللي بقوله؟ ماشي فهمت. سلام. يلا سلام. ده انت مستفز بصحيح. يا حمزة، حمزة اصحى يلا. ايه يا عم في ايه؟ اصحى يا بارد، هننفذ الخطة دلوقتي. جابر جاي حالا، عايزك تضربه بحق وحقيقي مش تمثيل. موته انت فاهم؟ اقضي عليه خالص يا حمزة. مازن انت عايز تغدر بالراجل ليه؟ زي ما غدر بأمي يا حمزة. ولا انت فاكرني عشان وافقت اشتغل معاه وقلت له خلاص هعتبرك ابويا ان كده خلاص نسيت امي؟ انا مستحيل اسيب حقها. ماشي يا مازن، اللي انت عايزه انا هعمله، بس رأفت لو عارف هيعمل مننا شاورما. يا ابني وهو مين هيقوله؟ بس احنا نخلص على جابر الاول، ونروح نخلص على رأفت هو كمان، ونستفيد بكل حاجة انا وانت والبنت الغلبانة المضحوك عليها دي. دي ضحية على فكرة. انت حبيتها ولا ايه؟ احب مين بس يا حمزة؟ هو انا قادر احب نفسي اصلا عشان احبها هي؟ المهم خلينا متفقين على الخطة. ماشي يا حمزة؟ ماشي يلا بينا. ثواني بس. ايه في ايه يا مازن؟ نسيت اقولك على حاجة. ده انت مستفز، اتكلم يا عم. المية كانت ساقعة قوي، وما حسيتش بنفسي غير وانا بفوق على جرد المية تكب عليا، ومازن واقف وبيضحك. اخر حاجة فاكرها كنت باكل بيتزا، وتعصبت جدا من تصرفاته. انت عملت فيا ايه؟ انت قولي. هعمل فيك ايه يعني؟ اكلتك ونمت عادي جدا، بتحصل. ما كنتش مقتنعة بس عدتها، لاني كنت مربوطة. وشوية ولقيت صوت عربية الشرطة، فرحت جدا وقلت ان اكيد بابا بيدور عليا، وفعلا كان بابا. الحق يا حمزة دي الشرطة. ما انا عارف يا غبي، ما تقفورش يلا. طيب طيب. الحق يا حمزة، البيه عايز يعمل شجاع وينقذ بنته. اهلا اهلا بجابر بيه، منور. انت يا كلب منك ليه؟ ازاي تتجرأ وتخطف بنتي؟ امسكوه بسرعة.
كان المنظر قدامي مرعب جدا. بابا ومازن واقفين قصاد بعض والخناق ما بينهم زاد ومسكوا في بعض اكتر، وانا بصرخ ومش عارفة افك نفسي، ولقيت واحد من بتوع الشرطة استنجدت بيه وقدر يساعدني في الوقت المناسب، لان مازن رفع المسدس على بابا. مازن، لا ده ابوك. اخرس انتي، ده راجل ما يعرفش ربنا، ده بني ادم يستاهل الحرق. انت اتجننت يا مازن، انت رافع عليا ده بجد؟ أيوة يا جابر بيه، رافعوا عليك بحق وحقيقي، وحق أمي مش هسيبه، وهقضي عليك حالا. مش أنا اعتبرتك ابني؟ أنت بني آدم مريض بالسلطة وبالفلوس وبالمنصب، أنت بتستخدم اسمك كرجل أعمال في الغلط وبس. ما تفهم صاحبك حاجة يا حمزة وقوله. جريت على بابا ومسكته وترجيت مازن ينزل المسدس، بس مازن الشر كان مالي قلبه وركز على بابا وصوب عليه وجت فيه فعلا، وشفت المنظر وصرخت: بابا انت قتلت ابوك يا مازن، فوق بقى بابا فوق. هتعمل ايه يا مازن؟ يلا بينا على رأفت هو كمان، ولا اقولك انا هاخد ورد وامشي من هنا، وانت خلص على رأفت وتعالى انت والرجالة. حاضر يا مازن، يلا بينا يا رجالة. حرام عليك يا مازن، انت قلبك قاسي ليه؟ ليه حرام عليك؟ بابا كان بيحبني قوي، ده كان كل حياتي يا مازن. هو فعلا بيحبك وانتي كل حياته، بس مش ده. يعني ايه مش ده؟ انا مش فاهمة حاجة. وقتها تليفونه رن من غير ما يوضح لي حاجة من كلامه، حاسة بحاجة غريبة قوي، ولما مازن قفل الخط لقيته فرح جدا. الحمد لله، رأفت كمان خلصنا منه. ايه بتقول؟ ايه انت خلصت على عمه رأفت؟ انت حقير، انت مكانك السجن، انت بجد بني ادم مش طبيعي. ممكن تهدي عشان افهمك كل حاجة؟ تفهمني ايه بس؟ تفهمني ايه بعد كل اللي عملته؟ انت مريض. قلت تهدي في ايه؟ شوية ولقيت حمزة داخل ومعاه بابا. ايه ده؟ ازاي ده بابا لسه عايش؟ امال مين اللي مرمي على الارض ده؟ وردي يا بنتي، وحشتيني يا قلب بابا. انا مش فاهمة حاجة، هو ايه اللي بيحصل ده؟ فاكرة لما قلتلك هتفهمي كل حاجة بس من ابوكي؟ قلتلي ان بابا قالي، وقلتلك مش ده، وسكت من غير ما فهمك الحقيقة اللي كان ممكن توجعك. ايوة فاكرة فعلا، فهموني بقى ايه هي الحقيقة. قلها يا مازن. بص يا ورد، انا مازن طبعا عارفاني، بس انا مش قتال قتلة ولا مجرم زي ما انت فاكرة، وكان بيني وبين الكلب اللي مرمي ده طار، كان لازم اخده منه، ده اتجوز امي ورماها وهي حامل بيا، وما كفهوش كل ده، لا وكمان قضى عليها، قلت لازم اجيب حقي منه، لما جيت افتكرته بيه وباشا ورجل اعمال زي ما كان مفهم الناس، بس عرفت انه جنيني عند ابوكي جابر بيه اللي قدامك ده، انما اللي مرمي في الارض ده اسمه الحقيقة طلعت، استغل الشبه الكبير قوي اللي ما بينه وبين جابر بيه، وخانه هو وصديق جابر بيه المقرب اللي هو رأفت. معقولة الكلام ده حقيقي وحصل يا بابا؟ ايوه حصل فعلا يا بنتي. طيب وكنت فين الفترة دي كلها؟ رأفت كان راميني في المخزن. شفت يا ورد عمه رأفت عمل فيا ايه؟ ده الصديق اللي امنته على بيتي ومالي وكل حاجة تخصني، شفتي خدعني ازاي؟ اما مازن ده هو اللي قدر يساعدني هو وحمزة. ياه، يعني انا كل ده كنت مخدوعة ومفكرة مازن اخويا والراجل ده بابا، بس لسه في حاجة انا مش فاهمها. ايه هي؟ الراجل اللي اسمه طلعت ده انا ما كنتش بشوفه خالص في فيلتنا، وانت بتقول انه كان جنيني. يا وردة، يا دوب هو يوم واحد اللي قعده، وبعدها بدأ خطته هو ورأفت واتفقوا عليا. عشان كده. عشان كده ايه؟ كان دايما مستغربني، بس انا ملاحظتش ده ومركزتش عليه قوي، بس اهم حاجة انك بخير يا بابا يا حبيبي. وحضنت بابا وخرجنا ورحنا الفيلا. حقيقي مش اي حاجة نشوفها نصدقها ولا اي حد نأتمنه، لان الخاينين كتير قوي، اصدقاء السوء ممكن يعملوا اكتر من كده، بس زي ما الناس بتقول ذنب ناس بتخلصوا ناس. ومرت الايام والشهور، وبابا شغل معاه مازن في الشركة، وفي يوم وانا راجع من الكلية لقيته وقفني في الشارع. بقولك ايه، انا في كلمتين كده محشورين في زوري وعايزة اقولهم، حابة تسمعيني؟
قلبي كان بيدق من الفرحة، حاسة انه هيعترف لي بحبه، اصل انا كمان حبيته وابتسمت وقتها. اتفضل قول، انا سمعك اهو. انا بحب الشاورما قوي، ما تيجي نتغدى مع بعض. ايه ده، هو انت بتهزر؟ عايز تقول ايه بجد؟ ضحك وقال لي، عايز اقولك اني بحبك، وانك نورتي حياتي من يوم ما عرفتك، وبقيتي بالنسبة لي كل حاجة. موافقة تتجوزيني يا ورد؟ موافقة تتجوزي حد اقل منك بكتير في المستوى؟ فرحت قوي وكان باين عليا ده. موافقة طبعا من غير تفكير، كأنه جالي زي السلام في عز الحرب. اتجوزنا وكنت فعلا مبسوطة قوي، وبشكر الصدفة اللي جمعتني بيه. بحبك يا مازن، وانا بموت فيك يا وردة مازن. ابطلنا اتجوزوا وعاشوا في تبات ونبات، وخلفوا صبيان وبنات، وعقبال كل البنات الامارات. ولحد هنا تكون خلصت قصتنا يا احلى متابعين في الدنيا بحالها. قولوا لي رايكم فيها في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك، واستنوني في قصص تانية كتير. بحبكم قوي، مع السلامه.